السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اكلتنا لهذا اليوم راح تكون طريقة عمل صينية الباذنجان بالكفتة، مذاقها فريد من نوعه، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم بها. بس قبل ما نبلش بالفيديو، اذا انتم جدد بالقناة اتمنى تشتركون بالضغط على زر السبسكرايب وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ويلا نبلش بالفيديو. هسه هنا أنا عندي كيلو لحم مفروم، راح اضيف له 2 حبة بصل. انا تعاملتها كلش ناعم، راح اخلي ملعقة صغيرة ثوم باودر، وملعقة صغيرة فلفل احمر حلو. اذا حابين تخلوني بمكان الحلو حار تقدرون عادي، هما يطلع كلش طيب. راح اخلي ملعقة صغيرة 7 ابهار ونص ملعقة صغيرة هيل. وراح اخلي ملعقة كبيرة ملح، عشان خليت 2 صغار اللي هو ما يعادل ملعقة كبيرة. وراح اخلي 3 ملاعق كبيرة طحين، زي ما تشوفوها مليانة. هسا خلاص عندنا اللحم. راح احتاج بصل، مسوية 3 حبات بصل، 5 حبات بطاطا. طبعا هو حسب الحجم، انه اذا كان البصل كبير او البوتيتا كبيرة، فيعني انه اكيد تقللون وتزيدون انتو حسب الكمية اللي محتاجيها. وهنا انا حبتين باذنجان، وراح احتاج فلفل ملون، انا اختاريت الملون، تقدرون تختارون اي لون تردوه، وطماطة. هسا التبسي انا خليت له زيت وبس ادهنه شوية. هسا نبدي نصفط، طبعا التصفيط حسب الرغبة، شو ما عاجبكم صفطوا. ونظل نكمل كل التبسي بهالشكل هذا. هسه هنا بالطاوة خليت ملعقتين اكل زيت، وراح اخلي فوقهم، راح احمس بيهم ثوم. راح اخلي ملعقتين اكل معجون طماطة، ومعجون الطماطة طبعا حسب الرغبة، تريدون تزيدون تقللون كيفكم. راح اخلي له ملعقة اكل طعام، وراح اخلي له ملعقتين اكل عصير الليمون. انا استخدم هذا. وراح اخلي رشة فلفل اسود. وانا خليت له بس الفلفل الاسود، لانه اللحم احنا اصلا عندنا ببهارات، فما ردت ازيد بالبهارات حتى يبقى الطعم مال التبسي عندنا كليته متجانس وطيب. راح اخلي له مي حار، طبعا المي راح تخلوه حسب حجم التبسي اللي خليته بالاكل. راح اتركه بس شويه يفور، بس شويه بعدين اخليه فوق التبسي. هسه هاي التبسي مالتنا راح اخلي فوق الصوص اللي الاحمر سويناه، احاول اوزعه بكل مكان حتى الثوم يروح بكل مكان بالتبسي. هسه التبسي راح اخليه على ورق الفضي،
وهاي ليش شوفوها انه كبار طالع لي برا، فهاي الخضروات كليتها راح يقل حجمها لانه راح تصغر وتذب الماي مالتها. بس راح اخلي الورق الفضي ورا 45 دقيقة، طلعوه شيلوا الورق الفضي، طببوا مرتلخة بالفرن 5 إلى 10 دقائق على أعلى درجة حرارة، وبعدين إلى أن يحمر وطلعوه من الفرن وتقدموا ألف عافية. هسا هذا شكل باذنجان، هسا طلعته من الفرن، طبعا الريحة مالته كلش طيبة. هسا راح أزينه بس بالكرفس، راح يعطي شكل كلش حلو. وهذا الشكل النهائي لأكلتنا لهذا اليوم، إن شاء الله يا رب تكونون استفاديتوا من الفيديو وحبيتوه. وإذا أول مرة تشوفون قناتي لا تنسون تضغطون على زر السبسكرايب وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسون تدوسون على زر اللايك دعما للقناة، وشكرا، مع السلامة.